الثامنة بتوقيت نواكشوط نشرة أخبار الثامنة من الموريتانية نستهلها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يستقبل السيرك الوطني للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وتجمع ضحايا القمع كوفير وأعضاء تكتل الولف في موريتانيا. رئيس الجمهورية يؤكد في مقابلة مع صحيفة لو فيغارو الفرنسية أنه سيعمل على تعزيز العلاقات العربية الإفريقية خلال مأموريته في رئاسة الاتحاد الإفريقي. الجمعية الوطنية تعتمد مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقع بين بلادنا والصندوق السعودي للتنمية لتمويل بناء طريق عوينات زبرجيكني عد البقر. حياكم الله جميعا. استقبل رئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز زوال اليوم بالقصر الرئاسي رئيس وأعضاء السلك الوطني للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان برئاسة الدكتور أحمد الزين. جرت المقابلة بحضور وزير الصحة السيد أحمد الحدميد والجلفون. وبعد اللقاء أدلى رئيس المجلس بتصريح استعرض خلاله أهم المحاور التي تناولتها المقابلة. مرقت المباحثات حول الواقع الصحي المعاش حاليا والمشاكل العديدة المطروحة لهذا القطاع، وقد تم الحديث بشكل مسهب وبشكل صريح عن مجمل القضايا الصحية ومجمل المشاكل الصحية، وتم طرح المشاكل العديدة وسبل حلها والتفكير في السبل الناجعة لحل هذه المشاكل وإيجاد الحلول اللازمة لها. الحقيقة هذا الواقع الصحي يعيش نوع من المشاكل المتراكمة، ورغم نمو الكادر البشري، هذا الكادر البشري المتخصص اللي يزال شيء في الشيء رغم بعض التحسنات الملاحظة، لكن يمكن الحصول على أحسن ما هو موجود. وتم تطرق العديد من القضايا ناحية الكادر البشري، التكوين وأهميته والتركيز عليه، يجب تكوين أطباء ومساعدين، تكوين نوعي يخضع للمعايير الدولية ويؤدي إلى تحسن الأداء الصحي بحيث يمكن التخلي نهائياً عن الإحالة للخارج، وتحسين مؤسسات صحية ورفع مستواها وتحديثها والعناية بها بحيث أنها تكون توازي الأداء الخاص في البلد وفي خارج البلد، بحيث يكون هناك نوع من التكامل بين المستشفيات الخاصة والعامة ونوع من رفع مستوى الخدمة الصحية، بحيث المواطن يجب يلقى الكادر البشري المتدرب اللي عنده الإمكانيات العلمية التقنية ويلقى الوسائل الحديثة. إذا تم الحديث عن مجمع هذه القضايا وعن طرق حلها، طبعا هناك توجيهات وتم استماع إلى السلك ووجهة نظره في هذا الإطار، ونتوقع إن شاء الله تعالى أن يحدث نتائج وتحسن عقب هذا اللقاء إن شاء الله تعالى. كما استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز بالقصر الرئاسي زوال اليوم رئيس وأعضاء تجمع ضحايا القمع كوفير برئاسة السيد سي أبو بكر. وأدلى رئيس التجمع بعيد اللقاء بتصريح أكد خلاله أن لقاءهم مع رئيس الجمهورية مكن كل الجمعيات التي تضم الناجين من العسكريين إلى جانب اليتامى والأرامل من طرح جميع المشاكل والقضايا التي لقيت آذانا صاغية من طرف رئيس الجمهورية. وعبر عن رئيس التجمع عن ارتياحه لتجاوب رئيس الجمهورية مع هذه القضايا، مؤكدا حرص التجمع على الوحدة الوطنية. رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز استقبل كذلك بعد ظهر اليوم بالقصر الرئاسي رئيس وأعضاء تكتل الولف في موريتانيا برئاسة البروفيسور فاسا ياريب. نشرت مجلة لو فيغارو الفرنسية مقابلة خصها بها رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز تناولت مواضيع مختلفة. فعلى المستوى المحلي أكد رئيس الجمهورية أن الأمن بالنسبة له يأتي في مقدمة الحريات، إذ لا تنمية بدون أمن،
لذلك يقول رئيس الجمهورية: قررنا العمل على استتباب الأمن في بلدنا من خلال إعادة هيكلة جيشنا وجعله قادرا على التأقلم مع التهديدات غير المألوفة. وأضاف رئيس الجمهورية أنه تم في هذا الإطار إنشاء وحدات متنقلة قادرة على التحرك في كل الاتجاهات وفي أي وقت، كما تم إنشاء قواعد لوجستية على حدود البلاد، إضافة إلى تطوير منظومة الاستخبارات العسكرية، مؤكدا أن كل ذلك أسهم مع الزمن في نقل الخوف إلى معاقل الجماعات الإرهابية. وعلى المستوى الإفريقي، وخلال رده على سؤال عن الأوضاع في جمهورية وسط إفريقيا، أكد رئيس الجمهورية أن مشاكل هذا البلد الإفريقي هي نتيجة لفشل نخبته السياسية، وأنه لا توجد هناك حرب طائفية وإنما سياسات فاشلة، مؤكدا أن استتباب الأمن هناك هو مسؤولية جميع الأفارقة. وعن العلاقات العربية الإفريقية، أكد السيد محمد عبد العزيز أنه سيعمل خلال مأموريته في رئاسة الاتحاد الإفريقي على تعزيز التعاون بين التكتلات الجهوية الإفريقية وباقي العالم. اعتمدت الجمعية الوطنية في جلسة علنية عقدتها برئاسة النائب محمد البيلي لرئيس الجمعية مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق السعودي للتنمية، مخصصة لتمويل بناء طريق عوينات زبل جيغني عد البقرو. مثل الحكومة في هذه الجلسة وزير التجهيز والنقل. مرة أخرى تحتل مشاريع القوانين المتعلقة بتمويل البنى التحتية في بلادنا صدارة النقاشات في الجمعية الوطنية. هذه المرة يناقش السادة النواب مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بين حكومة بلادنا والصندوق السعودي للتنمية، مخصصة لتمويل المقطع الأول من مشروع بناء طريق عوينات زبل جيغني عد البقرو. بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية حول الموضوع، شرع السادة النواب في الإدلاء بمداخلاتهم التي ثمنوا من خلالها مشروع القانون باعتباره يعزز من شبكة الطرق الداخلية ويهيئ ظروف الملائمة للرفع من مستوى التنمية المحلية في مناطق نائية من الوطن، كما يؤكد الثقة التي تحظى بها بلادنا لدى شركائها وخصوصا الأشقاء العرب. مداخلات أخرى طالبت باتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز الطرق وفق معايير فنية سليمة، واستفسر أصحابها عن أسباب التأخر الحاصل في بعض الطرق. نوابنا آخرون أكدوا على ضرورة إخضاع اتفاقيات القرض لأحكام الشريعة الإسلامية واستصدار فتاوى محلية حول هذا الموضوع. الجلسة شهدت كذلك طرح العديد من الأسئلة والاستشكالات والمطالب، خاصة في المجالات المرتبطة بقطاع التجهيز والنقل. السيد يحيى الحدامين وزير التجهيز والنقل أوضح أن مشروع القانون يتعلق بطريق هام يمتد على مسافة 245 كيلومتر، وأن الاتفاقية الحالية تتعلق بالمقطع الأول عوينات زبل جيغني بطول 85 كيلومتر، وهو الطريق الذي من شأنه أن يساهم في تنمية المبادلات وتخفيض تكاليف الإنتاج والوصول إلى المناطق الريفية البعيدة التي يتركز فيها الفقر. وبخصوص أسئلة السادة النواب، استرسل السيد الوزير في إجابات وافية لمجمل هذه الأسئلة، معددا بعض الإنجازات التي تم القيام بها في مجال فك العزلة وإنشاء الطرق سواء على مستوى العاصمة أو في المناطق الداخلية من الوطن. وفي نهاية الجلسة اعتمدت الجمعية الوطنية مشروع القانون المقدم للنقاش. وفي الجمعية رؤساء صباح اليوم برئاسة رئيس الجمعية السيد محمد البيليل، وتم خلال الاجتماع استعراض مشاريع القوانين المحالة إلى الجمعية بغية تحديد المشاريع التي ستناقش خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية وتحديد الجلسات العلنية لمناقشتها. مثل الحكومة في الاجتماع الأستاذ سيدي محمد المحم وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان. أطلق نادي القضاة الموريتاني أنشطته مساء أمس تحت إشراف وزير العدل، وقد ظهر نادي القضاة الموريتانيين إلى الوجود في بداية شهر فبراير الماضي. التقرير التالي يسلط الضوء على احتفالية هذه الهيئة بانطلاق أنشطتها الفعلية. قضاة من مختلف محاكم البلاد جاءوا للاحتفال بانطلاق أنشطة أول نادي للقضاة الموريتانيين.
هذا النادي جاء بعد اندماج ودادية القضاة الموريتانيين وجمعية قضاة موريتانيا، ويهدف نادي القضاة الموريتانيين من بين أمور أخرى إلى تعزيز هيبة القضاء والدفاع عن استقلاليته وترسيخ ونشر الأعراف والتقاليد القضائية المثلى ومحاربة المسلكيات المنافية لوقار القاضي وهيبة القضاء على ضوء مدونة أخلاقيات القاضي، وهي الأهداف التي تتقاطع مع السياسة العدلية للبلاد. أغتنم هذه الفرصة لأطلب منكم مضاعفة الجهود للوصول إلى أهداف التي رسمها فخامة رئيس الجمهورية بإقامة قضاء مستقل يحظى بالثقة والسمعة المطلوبة واللائقة بهذا البلد داخلا وخارجا. فالقاضي الموريتاني ظل عبر التاريخ هو القدوة والمثال الأعلى للاستقامة، ما لجوء بعض الدول الصديقة إلى إعارة قضاتنا واستمرارها على هذا النهج حتى الآن إلا دليلا إضافيا على السمعة الطيبة التي يحظى بها قضاتنا والتي يجب أن تنعكس على قضائنا. هذا الدور المطلوب من القضاء والذي ينتظر أن يساهم النادي في تحقيقه يتم عبر مسيرة طويلة لم تكن طريقها مفروشة بالورود، غير أن تأسيس النادي الذي يضم كافة القضاة الموريتانيين يمثل حسب القائمين عليه بداية العمل الفعلي من أجل تحقيق الأهداف. اليوم ها نحن بحمد الله نضع اللبنة الأخيرة من لبنات تأسيس منتظم توحدت فيه كل الطاقات والجهود والرؤى وانصهرت فيه كل الآمال التائقة إلى إيجاد قضاء مستقل وفاعل بفضل جهود قضاة مستقلين متحدين يسهمون في عملية الإصلاح. يتبنى نادي القضاة الموريتانيين استراتيجية من أبرز نقاطها تنظيم ورشات فنية لمراجعة النصوص وتكوين القضاة في مجال اللغات الأجنبية والوطنية وفي مجال المعلوماتية وإعداد ملف للانضمام للاتحاد الدولي للقضاء وربط الصلة مع المنظمات القضائية الدولية. أكد وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال تركيز السلطات العمومية على مجالات التكوين المهني والتقني. جاء ذلك خلال زيارة تفقد لسير الدروس النظرية والتطبيقية في ثانوية التكوين الفني والمهني الصناعية. اهتمام الدولة المتزايد بتطوير وتفعيل مخرجات التكوين المهني تجسد مؤخرا في تقديم بيان خلال اجتماع مجلس الوزراء يتضمن رفع عدد المستفيدين من التكوين الأولي من نحو 5000 حاليا إلى 15000 في أفق 2019، وفي 18 مؤسسة للتكوين المهني ينصب اهتمام القطاع المسؤول حول معايير الجودة انطلاقا من التدريب النظري إلى العينات التطبيقية في مختلف اختصاصات التكوين المهني. ثانوية التكوين الفني والمهني الصناعية أبرزت مستوى من التفاعل مع التوجهات الرسمية وتطلعات الشاب إلى مستقبل مهني ينطلق من إحراز الكفاءة المهنية بهدف التأسيس لأعلى مستويات الهندسة في المجال. في هذه الحصة النموذجية النظرية كان التفكيك والترميز الرياضيين إعداداً أولياً لتفعيل دورة المنطلقات العلمية والأخذ بيد منتسبي ورشة اللحامة إلى تطبيقات عملية بالوسائل والأدوات المتخصصة. إحنا بلد مليان من المعادن وفينا وفاصلين في التكوين المهني وفاصلين المهندسين وفاصلين الناس تعرفها، والتكوين المهني أنا بعد بالنسبة لي مهم وبالنسبة لمدي زملاء كاملين هم مهم عندهم. المنشآت المعدنية زينة عندي أو بداية ما كانت زينة عندي، قالين دخلت في عاد زينة عندي وعدت نبقي نتابع فيها وعدت نبقي نقبل فيها الشهادة. تتوزع ورشات النظري والتطبيقي حسب المستويات التي يتم التركيز على تنمية قدرات منتسبيها في مسعى من وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال إلى رفع سقف التكوين المهني كما وكيفا. نعطي عناية كبيرة لجودة التكوين، جودة التدريس، أمرين أساسيين هم اللي يضمنوا نجاح البرنامج كامل الطموح اللي هو برنامج التكوين التقني والمهني اللي إن شاء الله قابل دفع جديد من ناحية الكم ومن ناحية الكيف. هذا لا حد أنه انطلاقة إن شاء الله سلسلة
من زيارات اللي ده يقوم بها طاقم مختص للتدقيق اللي يقام بها إن شاء الله لجميع مؤسسات التكوين المهني والتقني على كافة التراب الوطني. من أبرز الاهتمامات المواكبة لعملية التطوير واعتماد النموذجية في التكوين المهني خلق تكامل عملي بين هيئات التطوير وشركاء الاختصاص، يهدف إلى تحديد الأولويات وجرد النواقص التي يسرع التغلب عليها بلوغ تكوين مهني له إسهاماته في التنمية الوطنية. احتضنت كلية الطب بالمركب الجامعي الجديد حفل انطلاق العمل في مشروع الماستر الدولي تسيير آثار العمليات الاستخراجية، ويحظى هذا الماستر بدعم من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع منظمات دولية عاملة في مجال البيئة. مزيد من التفاصيل في الريبورتاج التالي. الصناعات الاستخراجية يتسارع تطورها في بلادنا، ورغم الموارد المالية التي توفرها للدولة إلا أنها تطرح إشكاليات بيئية متعددة. لمواجهة هذه التحديات بشكل علمي، قررت جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب الدخول في شراكة مع جامعة غاستون بيرجي في مدينة سان لوي بالسنغال. هذه الشراكة المدعومة من طرف منظمات إقليمية ودولية مهتمة بالحفاظ على التنوع البيئي يجسدها مشروع الماستر الدولي. تسيير آثار العمليات الاستخراجية عنوان هذا الماستر الدولي الذي انطلق العمل فيه اليوم من خلال حفل احتضنه مدرج كلية الطب بالمركب الجامعي الجديد. طورت الحكومة برنامج التنوع الحيوي الغاز النفط سنة 2012، وهو يرمي إلى تنظيم حكامة متقاسمة ومستدامة للموارد والمناطق البحرية والشاطئية من خلال شراكة بين الدولة وبين المجتمع المدني والصناعة. كما يندرج أيضا في هذا السياق إنشاء هذا الماستر الذي تبنته كل من جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب نواكشوط وجامعة غاستون بيرجي في سان لوي. رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب أوضح في كلمته بالمناسبة أهمية هذا المشروع الأكاديمي لدول المنطقة، فبعد 5 سنوات من المخاض الطويل استطاعت شعبة الماستر الدولي أن ترى النور. المركب الجامعي الجديد سيحتضن هذا التخصص الذي انطلقت دروسه الفعلية في مارس 2014. من جهته أكد رئيس جامعة غاستون بيرجي على ضرورة العمل من أجل إنجاح هذا المشروع العلمي، داعيا الطلبة القادمين من دول غرب إفريقيا إلى مضاعفة الجهود والاستفادة من فرص التدريب في موريتانيا. ممثل المنظمات الدولية المدافعة عن الطبيعة ثمنوا فكرة هذا المشروع، مطالبين الجامعة والشركاء في التنمية بمزيد الانفتاح والعمل المشترك لمواجهة الأخطار البيئية الناجمة عن أنشطة التنقيب والاستغلال المنجمي. بعد الإعلان رسمياً عن افتتاح الماستر الدولي، شرع الوفد الرسمي بزيارة للمركب الجامعي الجديد ومقرات تدريس هذا التخصص رفقة الطلبة والشركاء في التنمية. هنا في مباني كلية العلوم والتكنولوجيا اطلع الوفد الزائر على المنشآت الحديثة التي سيخصص قسم منها لاحتضان برنامج تدريس الماستر الدولي حول تسيير آثار العمليات الاستخراجية. وبعيدا عن أجواء المركب الجامعي الجديد، هنا في ملحق كلية الطب الحالية تفقد الوفد الرسمي سير الدروس وطرق التحصيل العلمي. طلبة وأساتذة ومانحين دوليين، الجميع يأمل أن تكلل هذه التجربة العلمية الجديدة بما تستحق من نجاح واستمرارية. محمد عبد الله آب، الموريتانية، نواكشوط. انطلقت صباح اليوم بالعاصمة أعمال ورشة عرض وتصديق تخص الدراسة المتعلقة بالخيارات الممكنة لتمويل التنوع البيولوجي البحري والشاطئي. ويسعى المشاركون في هذه الورشة إلى عرض ودراسة مختلف المحاور المتعلقة بالبيئة البحرية والطرق المثلى للحفاظ عليها. يلتئم هذا اللقاء الذي يشارك فيه عدد من هيئات المجتمع المدني وخبراء وطنيون ودوليون، إضافة إلى ممثلين عن الشركات العاملة في مجال النفط والغاز، لنقاش الدراسة المتعلقة بالخيارات الممكنة لتمويل التنوع البيولوجي البحري والشاطئي من قبل الصناعات النفطية.
الدراسة التي تم عرضها اليوم تم إعدادها من طرف خبراء عبر برنامج التنوع الحيوي التابع لوزارة البيئة والتنمية المستدامة. هذا البرنامج عد دراسة من طريق خبراء دوليين ووطنيين، دراسة تقترح أهم وأنجع السبل لتمويل التنوع الحيوي، وقمنا بما أن التقرير اقترح عدة أوجه، قمنا بجمع الخبراء الوطنيين والمحليين والمعنيين لاستخراج أهم وأنجع وأنسب طريقة لتمويل المستديم للثروات البحرية. وقد تابع الحضور خلال هذه الورشة عرضا مفصلا عن مختلف المحاور المكونة للتقرير بغية نقاشها من طرف المختصين وإثرائها قبل التصديق على التقرير النهائي لهذه الدراسة. سعي لإيجاد المصادر الكافية للمحافظة على التنوع الحيوي للمنطقة البحرية والشاطئية، فقد قام قطاع البيئة والتنمية المستدامة بتمويل دراسة عبر برنامج التنوع الحيوي للغاز والنفط، اكتتب لها خبيرا دوليا وآخر وطني لتمكن من اقتراح أفضل وأنجع وسيلة لهذا القرض. قدموا لنا تقرير الذي نجتمع اليوم لمناقشته وإدرائه بما لديكم من تجارب وخبرات لا شك مفيدة وتنطلق من واقع البلد، وبها ستأخذ الوثيقة شكلها النهائي وبالتالي ستتم المصادقة عليها. المتحدث باسم برنامج الأمم المتحدة للتنمية في بلادنا السيد سليمان بوكار أكد أن دخول موريتانيا منذ 2006 مرحلة استغلال النفط يحتم انتهاج سياسة بيئية متبصرة. كما تعلمون بدأت موريتانيا تطبق استغلال الموارد البترولية البحرية منذ 2001، وهذا ما نتج عنه الاستغلال الفعلي للنفط سنة 2006، الأمر الذي يحتم وجود سياسة لحماية البيئة البحرية. وتفرض هذه الوضعية وجود برنامج شامل لحماية الثروة السمكية، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لحماية التنوع الحيوي بشكل عام. وينتظر من هذه الورشة إصدار توصيات ومقترحات تسهم في انتهاج سياسة تمكن من استغلال الثروات النفطية في ظروف آمنة دون إهمال الثروات الأخرى. نظم منتدى الفكر والأدب مساء أمس بالعاصمة تظاهرة بمناسبة بدء أنشطته الثقافية والفكرية بحضور رئيس المنتدى وأمينه العام والعديد من الشعراء والمهتمين بالشأن الثقافي. جرت انطلاقة أنشطة المنتدى بإشراف الدكتور محمد اللحظانة مستشار وزيرة الثقافة والشباب والرياضة. في ظل انتشار المؤسسات الإعلامية الخصوصية ظهرت بعض الوجوه الإعلامية التي أثارت جدلا في طريقة تناولها للمواضيع، من بين هذه الشخصيات محمد محمود والمحمد الباقر المعروف بزايد مقدم برنامج صحراء توك بإذاعة صحراء ميديا. الزميل سعيد الحبيب تابعه في البورتال التالي. وراك معلوم انا صليت لي سنه العاشره وتم معاه لين يوفى. واللي عن برنامج زايد في قدر من الصراحه شيء ما. متابعه كل ليله ما يفوتني. هذا هو زايد بالصوت والصوره وبدون قناع. يعد لسهره جديده من برنامج صحراء توك، واحد من البرامج الإذاعية الأكثر إثارة للجدل بسبب أسلوب مقدمه، برنامج تبثه إذاعة صحراء ميديا المستقلة. من هنا تبدأ عملية إعداد البرنامج، مراسم استقبال الضيوف تتم على طريقة زايد، قليل من البروتوكولات وكثير من القهقهة. داخل غرفة بديكور غير مصطنع، دردشة مع الضيوف تارة وأخرى على صفحات التواصل الاجتماعي، ينهمك زايد في حوار صامت مع المتصفحين. زاده قطعة خبز وكاس شاي مع حبات فول سوداني، وجبة غنية بالكربوهيدرات لمقدم برنامج ساهر لا يعرف التابوهات. رأيت المدير السابق للصحراء لإذاعة صحراء ميديا والأستاذ أحمد لبا، وطبعا هو اللي طارح فكرة نفس أننا نتخذ نفس الأسلوب اللي كنا متخذين، هو اللي طارح فكرة البرنامج والاسم اللي هو الأستاذ أحمد لبا. الاستديو هو عالم زايد الصغير، يكسر عبره نمطية البرامج الإذاعية المباشرة فيذوب في علاقة حميمية مع الجمهور. البرنامج ومثلا إحساسي بأني عشقت البرنامج اللي هو عشقت المستمعين اللي كل ليلة نجابر معاهم، بالتالي عاد بالنسبة لي مسألة حب متبادل بيني أنا والمستمعين. من خلال برنامج قط مرة واحدة لها 30 سنة عن أهلها
من خلال اتصال بالبرنامج جبر تسويها. المرأة اللي كانت في وسط افريقيا اتصلنا عليها مباشرة من وسط افريقيا وجات هون موريتانيا وعدنا معها مقابلة. هموم المواطن البسيط العادي، التقرب من المواطن البسيط، اعلام الواقع اللي يعود المواطن البسيط عنده دور فيه. كل شيء قابل للنقاش، واي ردة فعل واردة في مثل هذه السهرات التي شكلت اسلوبا جديدا في البرامج المباشرة. لا هذا ما أصلاً جبر مواطن البرنامج فعلا نتعرض فيه مرات الموالاة والمعارضة بسخرية بنوع من النقد، يغير هو جرأته تكمن عن التابوهات وجميع المواضيع الاجتماعية، والله المواضيع المسكت عنها كاملين عالجتهم. عادة يتخلى زايد عن فضفاضته ويكتفي بقميص وسروال، لكنه هذه المرة يتحلل من ذلك الالتزام، ربما لأنه أمام شاشة التلفزيون. يريد زايد أن يقدم صورة مختلفة عن نفسه، لكنه يفشل أحيانا. من حسن حظنا أن مقدم برنامج سهرة توك يستضيف إحدى الفنانات. الطرب وحده يجعلنا نكتشف أبعادا أخرى في شخصية زايد الذي ينتشي طربا كلما داعب العازف آلته أو شدت فنانة بصوتها الشجي لتنتفي شخصية زايد. زايد ألو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ولو لدقائق. حزبيا في هذه النشرة، خلال مؤتمر صحفي عقد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة زوار اليوم عقد اليوم، أكد السيد الشاخصي أحمد البابامين رئيس المنتدى عن رفضهم لما أسموه بالأجندة الأحادية مع تمسكهم بالحوار. اجتماعنا الماضي عبرنا طبعا عن رفضنا لهذه الأجندة الأحادية اللي كيف الشيء هي اتجاه إلى حد الآن اللي مكرود، وعبرنا طبعا عن استعدادنا رغم كل شيء لحوار جدي ومسؤول لنعود فعلا هناك طرف مستعد يعدل. إذن إلى حد الآن كيف قلت الحوار قد حد يقول انه ما بتبدا، لان ما زلنا في النقطه الاولى اللي ما فتنا قدينا توافقوا فيها على ما يسمى الاجنده. وبخصوص موقفهم النهائي حول المشاركه في الانتخابات، اكد رئيس المنتدى انهم يتدارسون الموقف حاليا وسيتخذون قرارهم النهائي مع نهايه الاسبوع الجاري. نقول مسبقا ان المنتدى من هون اليوم يوم الخميس في جميع اقطابه يدور يدرس هذا الوضع لين يعرف ذاك القرار اللي يقبل قرار بالنسبه للحوار. اذا كان قد تم تحاني في الوضعيه اللي نحن فيها، الا ما تطور شيء الا ما طرى جديد، والله كان هم اللي مدته منه وتعرف عنه ما بلا نتيجه. من هو المحق اليوم الخميس يدور يقبل قرار بعد ما داولت جميع الاقطاب الموضوع فيما بينه. كما يلا طبعا المستوى المنتدى تشوف مده في نفس الجلسه ان شاء الله شنو هو اللي يعود خطه عملها بالنسبه للمستقبل فيما يتعلق بعملها العام اللي ما هو انتخابات، لان المنتدى عنده برنامج مهد للانتخابات، وفيما يتعلق ايضا بالانتخابات الموقف المنتدى من الانتخابات. اذا هذا من هون اليوم الخميس محقا ندور نقبض فيه مواقف. اعلن اعضاء سابقون في المكتب التنفيذي لحزب تكتل القوى الديمقراطيه امس انسحابهم من هذا الحزب وانضمامهم لحزب الاتحاد من اجل الجمهوريه. واوضح منسق المجموعه التي اطلقت على نفسها اسم الخيار الوطني السيد احمد المصطفي كلمته بالمناسبه ان خطوه الانضمام الى حزب الاتحاد من اجل الجمهوريه تاتي بناء على حصيله الماموريه الاولى لرئيس الجمهوريه. السيد الشاش ولدي الأمين التنفيذي المكلف بترقية الرياضة في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ثمر الموقف السياسي لمجموعة الخيار الوطني. شافكم على هذا التواجد وثمن ترشح
السيدة الرئيس محمد عبد العزيز وعلى ترشحه لأن البلد مازال فاصل فيه. اختارنا أن نكثفوا جهودنا كاملين ونتضامنوا من أجل أن مرشح الاتحاد من أجل الجمهورية السيد محمد عبد العزيز يقبض المنظر ونحن دارتين بعض إن شاء الله بإذن الله لأن كاملين متعاونين من أجل مصلحة البلد وموريتانيا إن شاء الله يسود فيها الهناء والسلم الاجتماعي. نظمت مبادرة العمل من أجل الجمهورية التي تضم مجموعة الأطر والناشطين السياسيين المنحدرين من مقاطعة بوغي بولاية البراكنة، نظمت تجمعا جماهيريا أعلنت خلاله دعمها القوي لترشح رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز للمأمورية الرئاسية المقبلة. وأكدت مداخلات المشاركين ضرورة تمسك الجميع بخيارات رئيس الجمهورية ومضامين برامجه الانتخابية، كما جدد المتحدث باسم المبادرة السيد التراد المختار تمسكه بمبادئ الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. ممثل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيد صنبو السالك ثمن باسم الحزب تجاوب مبادرة العمل من أجل الجمهورية مع الجهود الهادفة لتنمية البلد. الحدث العظيم المبارك اللي جاء في وقته، ونختار نقول لكم ونطمئنكم على أنه يتميز عن المبادرات اللي فاتوا سبقوه به اللي وفق وجاء مباشرة عقب اطروح فخامة رئيس الجمهورية لترشحه. إذن المبادرة جات في وقتها ومهنئكم على ذا الوقت بالذات. نظمت اتحادية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في ولاية إنشيري مساء الجمعة تظاهرة سياسية تحت شعار معا لمأمورية ثانية. حضر هذه التظاهرة السياسية مجموعة من أطر ووجهاء الولاية إضافة إلى مناضلي الحزب. وقد تعاقب على المنبر في هذه التظاهرة السياسية عدد من المتدخلين أكدوا تأييدهم لترشح رئيس الجمهورية لمأمورية ثانية معددين الإنجازات التي تحققت في مأموريته الأولى. رئيس بعثة حزب الاتحاد الأمين التنفيذي الدكتور محمد المختار والسيدي محمد شكر الفاعلين السياسيين في ولاية إنشيري وثمن هذه التظاهرة معا لمأمورية ثانية. أثمن هذه المبادرة اللي تحت عنوان معا من أجل مأمورية ثانية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز، معا من أجل المزيد من البناء، معا من أجل المزيد من التشييد، معا من أجل المزيد من التقدم والتنمية لبلادنا، المزيد من تطوير البنى التحتية، المزيد من تحسين الخدمات الاجتماعية والاهتمام بالطبقات الضعيفة والمهمشة. نظم أطر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على مستوى مقاطعة مقامة مبادرة لدعم الرئيس محمد عبد العزيز تحت شعار 5 سنوات من الإنجازات تستحق مأمورية ثانية. المبادرة تميزت بحضور العديد من أطر ومنتسبي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بمقاطعة مقامة إضافة إلى مسؤولين في الحزب وبعض منتخبيه. رئيس المبادرة النائب محمد والسيد والقلاي أوضح أن المبادرة تنبني على قناعة المنظمين بما شهدته البلاد من تنمية شملت مختلف المجالات خلال المأمورية الحالية لرئيس الجمهورية. الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية السيد عمر المعطلة شكر المنظمين مؤكدا على أهمية الإنجازات التي تحققت في البلاد خلال السنوات الأخيرة. هذا الشعب شعب واحد وشعب موحد، ورئيس الجمهورية اسعى انه يعدل انجازات يستفاد منها الشعب ككل. ما خالق حد ما استفاد من الحالة المدنية، ولا خالق حد ما استفاد من الماء شرب، ولا خالق حد ما استفاد من المدارس.
بغير الاستفادة العظمى من هذه المشاريع كيف تعرضوا كانت للفئات الضعيفة المهمشة اللي كانت بوضعية مزرية قبل مجيء السيد الرئيس. نظم حزب الأمل الديمقراطي مساء أمس بنواكشوط حفلا لإعلان موقفه الداعم لمرشح الأغلبية السيد محمد بن عبد العزيز في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقد أعلنت رئيسة الحزب السيدة تحية بنت الحبيب مساندة الحزب غير المشروطة لبرنامج المرشح محمد بن عبد العزيز وقراره تشكيل لجان للسهر على إنجاح الحملة المقبلة. الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية عمر المعطلة ثمن في كلمته بهذه المناسبة موقف حزب الأمل الديمقراطي. إننا في حزب الأمل الموريتاني بعد دراسة متأنية لأوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبعد تتبعنا لما تحقق على مختلف هذه الأصعدة خلال المأمورية المنتهية لرئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز رئيس الأغلبية وسبيلا لتعزيز هذه المنجزات فقد قررنا المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة داعمين لرئيس الأغلبية السيد محمد بن عبد العزيز. أعلن المجلس العلمي لجائزة الريم بنت شيخ ماء العايدين للمديح النبوي عن انطلاقة أنشطة هذه الجائزة السنوية. رئيس المجلس العلمي للجائزة السيد الددول محمد أمين السالك ذكر في كلمته خلال الحفل بعظمة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وأوضح رئيس مجلس الجائزة أنها جاءت بمبادرة من فاعل الخير السيد علي الشيخ والحضرمي والمبا. وتشمل الجائزة مجالات المديح الفصيح والشعبي والإنشائي. وقد تم خلال الحفل تكريم العديد من الشخصيات التي تميزت بعطائها في مجال المديح النبوي الشريف والسيرة النبوية العطرة. استفاد سكان قرية جك شمال شرق روسو من خدمات قافلة صحية نظمها بعض الأطر المنحدرين من ولاية ترارزة والقاطنين في نواذيب وزويرات. فعلى مدى يومين عاين الأخصائيون في مجالات طب النساء والتوليد وطب الأطفال وأمراض العيون ما يربو على 1800 من سكان جك والقرى المجاورة لها. كما استفاد السكان من توزيعات مجانية لبعض الأدوية والناموسيات المشبعة. وقد ثمن السكان والمنتخبون المحليون الذين دأبوا منذ 6 سنوات على تنظيم أنشطة مماثلة. الآن إلى أخبار الرياضة مع الزميلة منى محمد. شكرا لك زميلي محمد وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. وضعت قرعة تصفية كأس أمم إفريقيا المزمع إقامتها في الجار المغرب مطلع شهر يناير من العام المقبل والتي سحبت اليوم في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف. وضعت المنتخب الوطني الأول المرابطون في مواجهة منتخب غينيا الاستوائية في الدور الثاني من التصفيات. وستكون مباراة ذهاب بنواكشوط في 17 من الشهر القادم على أن تكون مباراة العودة في غينيا. وفي حالة التأهل إلى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا فإن المنتخب الوطني الأول سيواجه الفائز من مباراة مدغشقر أو أوغندا. أما إذا تمكن من التأهل من الدور الثالث فسينضم إلى مجموعة تضم كل من منتخبات غانا التوغو وغينا كوناكري. احتضنت عاصمة ولاية أدرار أطار يوم أمس فعالية النسخة الرابعة من طواف أطار الدولي للدراجات الهوائية والمنظم من طرف جمعية طيبة لسباق الدراجات الهوائية بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة والاتحادية الوطنية للدراجات الهوائية. وقد عرف الطواف مشاركة واسعة من دراجين وطنيين وآخرون من المغرب والسنغال. الزميل عبد الحميد سالم والتفاصيل. بمشاركة واسعة من طرف عدد من الدراجين الوطنيين ومن ورائهم من المغرب والسنغال احتفت عاصمة ولاية أدرار أطار بطوافها الدولي في نسخته الرابعة. الطواف عرف تنظيم سباقات بينية في مسافات كيلومترين للأطفال ما بين 12 و 15 سنة وذوي الاحتياجات الخاصة و 15 كيلومترا للفئات الشابة. أما مسافة الطواف فقد امتدت على بعدها 40 كيلومترا بدءا من بلدية عينه للطايع قبل الوصول إلى محطة النهاية حيث شهدت هذه المسافة
مشاركة 35 دراجا من بينهم 9 دراجين من المغرب و6 من السنغال. عبر هذه الجبال وهذه المنعرجات خوض المتسابقون في الدورة الرابعة لطواف أطار الدولي، سباقا هو الأقوى على مستوى موريتانيا، لكنهم يؤكدون على أنهم يخرجون بتجربة ثرية وقنية في مسارهم الرياضي. منهرجات عديدة بين الجبال والوهاد الممتدة عبر الطريق الرابط بين بلدية عينها للطايع إلى وسط مدينة أطار شكلت أهم محطات الطواف في دورته الرابعة، وحددت الإمكانيات والقدرات الفنية للمشاركين في مراحله المختلفة. الحفل الختامي لطواف مدينة أطار تميز بكلمة لوالي ولاية أدرار باسم وزيرة الثقافة والشباب والرياضة، أوضح من خلالها أهمية هذا الحدث الرياضي الدولي. نسجل بارتياح تام هذا المجهود المبذول من طرف هذه الجمعية، جمعية الطيبة، ونشكرهم على هذا المجهود الدائم، وأيضا هذه الفرصة لتذكير الأهمية البالغة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز للرياضة بصورة عامة. أما عمدة بلدية أطار فقد أبرز الدلالات التراثية لهذه التظاهرة الرياضية. هذه المناسبة التي تساهم لا شك في إحياء تراث هذه المدينة، وكما تعلمون مدينة أطار معروفة أصلا من قضية الدراجات، وكما نرجو أن هذا السباق إن شاء الله يتكرر. رئيس الاتحادية الوطنية لسباق الدراجات نوه بأهمية النتائج التي سيتمخض عنها هذا الطواف. لا شك أن هذا السباق سيلعب دورا مهم في التعريف بمدينة أطار بصفة خاصة وولاية أدرار بصفة عامة، وبما تسخر به هذه الولاية من معالم تاريخية وسياحية كبيرة. بدوره أشاد رئيس جمعية طيبة لسباق الدراجات الهوائية بالدور الذي لعبته الوزارة الوصية في إنجاح هذه التظاهرة الرياضية. تنزل سباقنا اليوم بشقيه، الصغار من الهواة والكبار من المحترفين، ضمن مواصلة ذلك النهج الذي يدعمه رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز ويدعو إليه في كل مناسبة رياضية، حتى أضحت رياضة الدراجات الهوائية ضمن اهتمامات كل الموريتانيين. أما ممثل الفرق المشاركة في الطواف من المغرب والسنغال فقد أشادوا بما تحمله هذه التظاهرة الرياضية من قيم ودلالات في سبيل مد جسور التواصل والتعارف بين المشاركين من مختلف الجنسيات. الحفل الختامي للنسخة الرابعة من طواف أطار الدولي للدراجات الهوائية تميز أيضا بتقديم الجوائز المالية والكؤوس والميداليات، حيث قدمت جائزة الطواف للدراج السنغالي عبد الله تام الذي حل في المركز الأول، تلاه في المركز الثاني الدراج المغربي إبراهيم مدن، ثم مواطنه مؤمن محمد الذي حل في المركز الثالث، لتترى بعد ذلك الجوائز المقدمة لبقية أصحاب المراكز الأولى بمسافات 2 كيلومترين و15 كيلومترا، إضافة إلى عدد من الجوائز التشجيعية. بدورهم أشاد المشاركون في هذا الطواف بالأجواء التي جرت فيها هذه المنافسة الرياضية. متابع الطواف في الحقيقة رائع، رغم الظروف المناخية، ولكن الحمد لله كل شيء دز بخير وعلى خير، والحمد لله استطعنا نديروا مراكز أول ضمن الأولين. نختار نقول جميع المواطنين ان هذا مهم يعطوه عناية. السباق اللي كان قوي بزاف، كانت الرياح جانبية قوية بزاف ومرتفعات جد قاسية، ولكن الحمد لله تمكننا من اننا نفوزوا بالمراحل الاولى، وهذا شرف كبير لنا بالفوز في الديار الموريتانية. وكنشكر كاع المتسابقين وكاع اللجنة المنظمة لهذا السباق، وشكرا. ختام جولتنا الرياضية لهذه الليلة، شكرا على حسن متابعتكم، وعودة إليك زميلي محمد. شكرا زميلتي منى، وهي كالعادة نهاية نشرة الثامنة، نذكر بأبرز ما ورد فيها. رئيس الجمهورية يستقبل الشركة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وتجمع ضحايا القمع كوفار وأعضاء تكتل الولف في موريتانيا.
رئيس الجمهورية يؤكد في مقابلة مع صحيفة لو فيغارو الفرنسية أنه سيعمل على تعزيز العلاقات العربية الإفريقية خلال مأموريته في رئاسة الاتحاد الإفريقي. الجمعية الوطنية تعتمد مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقع بين بلادنا والصندوق السعودي للتنمية لتمويل بناء طريق عوانات زبل جيغاني عبد البقر. انتهت نشرة الثامنة، دمتم في أمان الله.